أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه متابعة إخبارية تحليلية حية على الهواء مباشرة لتداعيات وتطورات الأوضاع فيما يتعلق بالمشهد اللبناني واستقالة رئيس الحكومة اللبناني حسن دياب من منصبه. ماذا عن هذه الاستقالة وماذا عن الأوضاع المتشابكة والمعقدة والأحوال الساخنة والملتهبة بشكل كبير بعد انفجار مرفأ لبنان، وأيضا فيما يتعلق بتراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية، وفي المقابل أيضا نناقش التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والجماهيرية في الشوارع اللبنانية. ماذا بعد هذه الاستقالة؟ هذا هو العنوان الرئيسي لهذه الفترة التحليلية معكم على شاشة النيل الأخبار، ومعي للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي الكبير بوكالة أنباء الشرق الأوسط. يا أستاذ خالد مساء الفل وأهلا بحضرتك معنا. حضرتك وعلى كل مشاهدينك وأهلا وسهلا بك. اسمح لنا في البداية نتوقف في هذه الدقائق المعدودة مع هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار. انفرط عقد الحكومة اللبنانية بعد 6 أيام على انفجار ميناء بيروت، فبعد اجتماع للحكومة لبحث الأزمة الجارية بالبلاد في ظل استقالات متوالية لأعضائها، قرر رئيس الوزراء حسن دياب استقالة حكومته لتسقط الحكومة تحت ركام بيروت. أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم. نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته. لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. رئيس الحكومة المستقيلة أرجع أسباب تدهور أوضاع البلاد إلى فساد النخبة والطبقة السياسية. كنا وحدنا وكانوا مجتمعين ضدنا، استعملوا كل أسلحتهم، شوهوا الحقائق، زوروا الوقائع، أطلقوا الشائعات، كذبوا على الناس، ارتكبوا الكبائر والصغائر. كانوا يعرفون أننا نشكل تهديدا لهم، وأن نجاح هذه الحكومة يعني التغيير الحقيقي في هذه الطبقة التي حكمت دهرا حتى اختنق البلد من روائح فسادها. وبعد استقالتها ستكون الحكومة مسؤولة عن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق وقتا طويلا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية، ما يؤكد أن ما بعد انفجار ميناء بيروت لن يكون كما كان من قبله، فالغضب الشعبي السائد تزداد وتيرته والمطالب آخذة في التصاعد. الشعب اللبناني الذي أبى أن يطرق الفاجعة تمر دون عقاب، احتشد في ميدان الشهداء وعند الطرق المؤدية للبرلمان مطالبا بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وألقى بعض المحتجين الحجارة على قوات الأمن التي تحرس مدخلا يؤدي إلى مبنى البرلمان، مما دفعها للرد بالغاز المسيل للدموع. شو في عندنا نعمل بعد؟ شو في؟ ما في شيء. اليوم دولارنا 9000 ليرة، لما كان دولارنا ب 1500 ليرة كنا بلاك، اليوم دولارنا ب 8000 10000، يا عيب الشوم على السلطة. مثله ككثيرين من الشعب اللبناني الذي لا زال يلملم جراحه ستظل مرارة الفقد عالقة في ذهنه، ففاجعة انفجار ميناء بيروت لن تمر مرور الكرام على لبنان.
أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ خالد، يعني كيف تابعت كلمات رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب المستقيل بطبيعة طبعا. الأحوال، والذي تقدم باستقالته منذ قليل؟ إلى أي مدى هذه الاستقالة يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تقليل حدة الاحتقان والغضب الشعبي والجماهيري في الشوارع اللبنانية، أم ترى أن الأمر ربما يزداد تشابقا وتعقيدا وسخونة في الفترة القادمة؟ يعني طبعا هو بالتأكيد ربما هذه الاستقالة تحد إلى حد ما من التوترات القائمة في المشهد اللبناني وفي الشارع اللبناني، لكنها لن تنهي هذه التوترات، لأنه المسألة مش مسألة شخص حسان دياب أو شخص رئيس وزراء لبنان أو حتى الحكومة اللبنانية. حقول هذه الحكومة اللبنانية التي يعني قاربت على 8 شهور، من شهر 1 لحد شهر 8، لم تقم بشيء يعني للشارع اللبناني، ولم تقدم أي جديد منذ أن كانت هناك أيضا أزمة لمن سيخلف الحريري في الحكومة السابقة. وبالتالي أنا أعتقد أن الاستقالة ما هي إلا محاولة يعني لملمة جراح نتيجة لانفجار مرفأ بيروت، لكن لا ننسى أنه التظاهرات في الشارع اللبناني والغضب في الشارع اللبناني لم تكن هناك يعني فرصة لخروجه إلى النور مرة أخرى إلا إذا تم انفجار مرفأ بيروت، لكن الغضب موجود، التوتر موجود، لأنه بصراحة الوضع في لبنان، الأزمة الواضحة اللي فيه أنه لا توجد هناك دولة وطنية بشكل واضح وصريح. حتى الأزمة مش هتنتهي بقدوم حكومة جديدة، لأنه قدوم الحكومة جاي أيضا على قانون كل طائفة، وده دي المعضلة الكبيرة اللي في المشهد اللبناني، والتي لن تنهي هذا الصراع القائم منذ سنة 80 وقبل كده للوضع في لبنان. لكن نقدر نقول أنه بداية لانخراط القوى السياسية مرة أخرى في مشاورات ليس لتشكيل حكومة، ولكن الاتفاق على تعديل دستوري وقانوني للانتخابات حتى يتم إجراء انتخابات على أساس قانوني وطني في المقام الأول، وإنهاء الدولة الطائفية والقضاء على كل الصور الطائفية في المشهد اللبناني، ثم تشكيل حكومة بعد إجراء انتخابات وظهور برلمان حقيقي أو مجلس نواب حقيقي يمثل الشارع اللبناني وليس طوائف الشعب اللبناني. صحيح. طيب أستاذ خالد، يمكن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل حسان دياب أرجع سبب يعني تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية وحتى الانفجار الأخير، كان السبب الرئيسي من وجهة نظره أن الفساد مستشري بشكل كبير في الطبقات والنخب السياسية المختلفة. ربما هذه الكلمات لو جاءت على لسان مواطن لبناني قد يكون الأمر مفهوما، ولكن أن يأتي على لسان مسؤول وهو من المفترض أن يكون مسؤولا عن مواجهة ومجابهة ومحاربة هذا الفساد، إذا كيف تصف الحال من وجهة نظرك؟ هل هو يبرئ ذمته أمام الرأي العام العالمي بأنه ليس مسؤولا مباشرا عن هذا الفساد في لبنان، ويلقي باللائمة أو يلقي بالكرة في ملعب الآخرين؟ لا، هو طبعا هو بيحاول يكسب عاطفة مرة أخرى من الشارع اللبناني، لكن إذا كنت أنت تعلم أنه هناك فساد منذ سنوات، وتعلم بأنه هذا المرفأ فيه مواد متفجرة منذ سنوات، كان المفروض من أول يوم حكومة ليك تغير. يعني ده بداية. الحاجة الثانية، أنت النهاردة لما بتتكلم على أنه الفساد في الطبقة السياسية الموجودة، طب أنت مين اللي جابك؟ صحيح. اللي جابك الطبقات السياسية. لو أنت حبيت تنهب نفسك عن هذا الفساد، كان المفترض من يوم الأول كنت خرجت للشارع اللبناني وقلت له أنا ليس تبع طائفة هذا أو ذاك، وليس لي أي مصلحة في وغير الطبقة. مسؤول عن هذه الممارسات، وأنا هعمل من دلوقتي قانون انتخابات، وهعمل من دلوقتي انتخابات وطنية حقيقية للشعب اللبناني. لكن للأسف أنت لحد اللحظة الأخيرة يمكن بالأمس كان متمسك بالمنصب، وكانت هناك قوة سياسية موجودة في المشهد اللبناني على رأسها الرئيس اللبناني وحزب الله متمسكة ببقاء الحكومة. صحيح. هو يمكن خلينا نتكلم بشكل واقعي شوية، هو فكرة أنه استقالة الحكومة واستقالة أعضاء برلمان في هذا الظرف هو مش من الأجدى، لكن هو مطلوب، لكن هو ليس من الأجدى. حتى الرئيس الفرنسي نفسه لما راح وزار لبنان وقعد مع القوى السياسية خرج بكلمة واضحة جدا وقال أنه التغيير في لبنان مش هيضيف جديد في الوضع اللي احنا فيه. احنا دلوقتي بنتكلم في أزمة هو يعني زلزال
بانفجار كبير لم تتعرض له البشرية من قبل ولم تتعرض له لبنان من ذي قبل، وكان مشهد يعني ربما يعني يستمر الشعب اللبناني في ملمحه حتى قيام الساعة. يعني انت لما تشوفي حالة الانفجار وكمية الضحايا لسه كل يوم بتخرجي عدد اكبر، ده بيؤكد بانه في كان في فساد مش في رئيس الحكومة فقط ولا في القوى السياسية فقط ولا في الطبقات السياسية اللي بتحافظ عليه او بتحميه، ولكن في عنصر الشعب اللبناني اللي هو الطائفي في المقام الاول، اللي هو بيسعى دائما وابدا الى استمرار الطائفية والى استمرار التوتر في المشهد اللبناني. لكن الحل الامثل يعني يمكن حتى النهارده سيد وليد جنبلاط خارج بتصريح على استقالة رئيس الدولة، فبيقول ايه؟ ان لازم يحرك استقالة رئيس الدولة هو الشارع المسيحي. طالما انت قدرت تسمي الشعب اللبناني بمسميات وشوارع وقلت الشارع السني والشارع الشيعي والشارع المسيحي، خلاص كده دمرت الدولة، لانك انت ما بتقولش لازم يخرج الشعب اللبناني، لابد ان يكون هناك صيغة واحدة للمصطلحات في الدولة اللبنانية، هو فكرة الدولة اللبنانية الوطنية التي صحيح. تحافظ على كيانها وتسعى دائما وابدا على الحفاظ على تراثها وتاريخها، لان لبنان برضو من الدول اللي الناس برضو يعني عارفاها، بيروت هذه يعني من العاصمه من العواصم عواصم النور في العالم، عواصم النور والجمال والثقافه والرقي والخيال وكل شيء ما تتخيله عليه، والفن والادب والثقافه والاعلام، ان تطمس هذه الملامح الجميله يعني تأكيد على انه الشعب اللبناني لابد امر كارثي يستفيق قريبا. صحيح. اسمح لنا استاذ خالد، معنا الان الكاتبه الصحفيه اللبنانيه غنوه دبوك. سيده غنوه، بعد التحيه يعني هل لك يعني ان تصفي لنا ردود الأفعال في الشارع اللبناني إذا استقالت حسان دياب، وإن كان الأمر يعني متوقعا بشكل أو بآخر بطبيعة الأحوال بعد هذا الانفجار الكارثي والذي شبهه البعض من المراقبين والمحللين بأنه كالقنبلة النووية، كان من الطبيعي ومن البديهي أن يتقدم باستقالته، ما هو الحال لديكم الآن؟ يبدو أن هناك مشكلة في تقنية من المصدر بالتواصل مع السيدة غنوة، سنحاول التواصل معها مرة ثانية إن أمكن ذلك. طيب أستاذ خالد، يمكن يعني قدم حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ربما يعني حفاظا على ماء وجهه أو دفاعا عن نفسه، تحدث في بعض الكلمات بأن حكومته على وجه الخصوص كان يقع على عاتقها وكاهلها الكثير والعديد من الأعباء والضغوط، وواجهت الكثير والعديد من التحديات والعراقيل والمشاكل المختلفة، ولكن كان بإمكانها التغيير لولا المتربصين والمتنمرين بحكومته، وهم الذين وقفوا كما ذكر في كلماته حائلا ربما أمام أن يقدم الجديد أو الشيء الإيجابي للشعب اللبناني. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع ما ذكره من كلمات؟ يعني برضو يعني نعطي الرجل حقه، هو ولادة حكومة حسان دياب كانت صعبة جدا ومتعثرة للغاية، وربما خرجت بعد تنازلات وتشاورات ويعني تمسكات لبعض القوى السياسيه الموجوده في المشهد اللبناني، وكانت المظاهرات اللي موجوده في الشارع اللبناني كانت بتنذر بانه ستكون هناك فجاعه اكثر من فجاعه مرفأ بيروت لو لم تكن هناك سرعه لتشكيل حكومه بعد استقاله حكومه الحريري. لكن للاسف في بعض القوى السياسيه اللي موجوده سواء بشكل او باخر كانت ترفض حسان دياب، وكانت ترى انه يميل بشكل كبير الى حكومه او الى حزب الله. والمشهد داخل المجلس النواب اللبناني بيشير، وهذا شيء طبيعي وموجود، انه هناك ايضا توافقات ما بين بعض القوى وما بين حزب الله، وحزب الله طبعا كان معروف جدا انه بينفذ اجنده خارجيه بشكل او باخر، ولم يكن لديه رغبه في استمرار
الدولة الوطنية اللبنانية ويسعى دائما وابدا الى احداث الفرقة. لكن خلينا نتكلم بشكل واضح ان الراجل يتحمل جزء من المسؤولية وتحمل هو ايضا المسؤولية، يعني هو يتحمل جزء من المسؤولية اللي هو اللي حصل فيها انفجار المرفأ، لكن هو تحمل برضه المسؤولية في وقت صعب جدا في شهر يناير بعد عزوف عدد كبير جدا من القيادات السياسية بانها تكون على رأس الحكومة، وهو قدر يشكل هذه الحكومة ورغم انه قبل الانفجار ب كام يوم وزير خارجيه بتاعه قدم استقالته، والراجل كان واضح في تقديم استقالته انه احنا اتفقنا منذ اليوم الاول تشكيل حكومه حسان دياب بانه هنعمل وقت زمني وفتره زمنيه لتقديم حلول للازمات المطروحه في المشهد اللبناني. صحيح. لكن احنا لما جينا ننفذ على ارض الواقع ما كانش فيه عندنا اي جدول زمني ولا عندنا اي طروحات، والليره اللبنانيه بدات تنزل والاقتصاد اللبناني بدا ينهار، وكان الحكومه جايه تتفرج على المشهد وتلتقط معه الصور فقط ولا ولا تقدم اي شيء للحلول. وده اللي ضعف حكومه حسان دياب، وده اللي خلى اول مطلب قبل معرفه اسباب هذا الانفجار هو استقاله هذه الحكومه. لكن هو كان معاه فرصه ذهبيه اذا كان يتحدث بهذه اللغه في جواب الاستقالة وفي خطاب الاستقالة، كان عنده فرصة ذهبية أنه يقدم نفسه للشارع اللبناني منذ اليوم الأول ومنذ يعني هذا الانفجار، كان وضح بأنه أنا عندي مبررات وعندي المستندات وعندي تحقيقات بتقول مين المسؤول عن هذا الانفجار. بس يا فندم ده كان ممكن يكون مقبول بعيد عن الانفجار، تردي الاوضاع او تدهورها في لبنان بشكل عام مع بدايه توليه يعني سوده هي الحكم، هي كده 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 لكن في ظل الغليان والغضب الشعب والجماهيري اي كلمه او اي تصريح اعتقد ان ممكن ما يكونش فيه يعني استجابه حقيقيه بسبب طبعا كارثيه الموقف. يعني تقدر تقنع الشعب بتاعك لو انت عندك مصداقية حقيقية تقدر تقنع الشعب بتاعك، يعني هو لو كان عنده فعلا جدول زمني وخرج ببرنامج الحكومة بتاعه. الحكومة على فكرة اللبنانية بعد ما شكلت في شهر يناير ما كانش عندها برنامج، يعني ما كانش فيه برنامج هتعمل ايه، هو كان كل هدفه ان هو يقدر يوصل لمرحلة استقرار اقتصادي بناء عليها يقدر يفتح علاقات دولية مع العالم الخارجي يجيب مساعدات. يمكن ادي حضرتك مؤشر قوي وحقيقي وواضح، بالامس مؤتمر المانحين في باريس اللي قدم مساعدات للشعب اللبناني نتيجة لهذا الانفجار لم يتطرق لأنه هيعطي هذه المساعدات للحكومة تدريجا، هو ما عندوش ثقة في هذه الحكومة وقال إن أنا هقدمها لجمعيات الشعب اللبناني نفسه ومنظمات الشعب اللبناني. سنعود لهذه الجزئية والحديث عن الآلية المطمئنة للشارع اللبناني في تلقيه المساعدات المختلفة، ولكن عادت إلينا من جديد السيدة غنوة دبوك الكاتبة الصحفية اللبنانية. أستاذة غنوة بعد التحية طبعا في البداية نقدم لك ولكل الشعب اللبناني خالص التعازي والمواساة بسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والشهداء في هذا الانفجار الأليم الذي أصاب قلوب كل المصريين وقلوب العرب جميعا. في البداية يعني هل لك أن ترصدي لنا ردود الأفعال في الشارع اللبناني بعد استقالة حسان دياب وماذا بعد هذه الاستقالة؟ في الحقيقة بعد الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري والذي اودى بحياه العشرات من الشهداء والالاف من الجرحى وشرد مئات الالاف من العائلات من منازلهم ونشر الدمار بارجاء العاصمه اللبنانيه بيروت، وبعد التوتر الذي شهدته الساحه اللبنانيه على صعيد الشارع من جهه وعلى صعيد الحكومه من جهه اخرى، قدمت الحكومه اللبنانيه اليوم استقالتها عبر بيان القاه الرئيس حسان دياب. لا يزال المشهد المقبل ضبابي جدا حيث لا يوجد ملامح حكوميه جاهزه. سيكون لبنان أمام فترة غير محددة من تصريف الأعمال، وأمام هذا المشهد يبقى السؤال المطروح إن كان هناك تسوية دولية تلوح في الأفق أم فعلا هناك مسعى دولي لتغيير جذري في النظام اللبناني ككل. فنحن لازلنا بانتظار ردات الفعل إن كان من داخل أو من خارج الحكومة اللبنانية. طيب يعني دعنا نتحدث سيدة غنوة عن زيارة رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مرحب لها وبشدة وما بين يعني معترض أو مستاء لهذه الزيارة. البعض ربما من الشعب اللبناني يطالب بعودة الانتداب الفرنسي ويعتبر هذا الأمر بأنه بمثابة طوق النجاة من هذا المشهد الكارثي الذي يعيشه الآن، والبعض الآخر
آخر يرى أن في هذا الأمر اسمح لي أن يعني أقدم هذا الوصف والذي جاء على بعض لسان المتابعين بأنه خيانة للوطن، فكرة اللجوء للمحتل من أجل الخروج من المأزق الداخلي اللبناني. الوجع اللبناني الذي كان في الشارع عند تواجد ماكرون كان مثل انتفاضة في وجه الرئيس اللبناني الحالي، فكان تواجده في الشارع بين العالم بين الناس هو ما أشعل طلبهم للانتداب الفرنسي، ولكن ليس لم يكن هذا المطلب الصحيح. ان تواجد ماكرون كان لتغيير النظام ولتغيير الحكومه وللذهاب الى تصريف الاعمال كما حصل اليوم، واسقاط الحكومه كان هي مجرد بدايه لمطالب ماكرون ولقاءاته. إذا سيدة غنوة، هل تري أن هذه الاستقالة التي تم تقديمها من قبل حسان دياب جاءت نتيجة للضغوط الفرنسية، أو بصيغة أخرى هل فرنسا تملك الحل السحري لمعالجة هذه الأمور المتفاقمة في لبنان؟ ليس بحل سحري وإنما بإحدى الحلول. هم يطرحون حلولا، وقد أعلن ماكرون بأنه في بداية أيلول في 1 أيلول سيعود ليرى إذا كان هناك تجاوبا مع الحل الذي قد عرضه على الحكومة اللبنانية. وأظن أنها هذه الاستقالة هي إحدى بدايات التسوية التي طرحها. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيدة غنوة دبوك الكاتبة الصحفية اللبنانية، شكرا جزيلا لك. أستاذ خالد، هل لك من تعقيب على ما ذكرته الآن أو الطرح الذي تحدثنا عنه منذ لحظات، زيارة ماكرون، وهل على لبنان أن ترتمي في أحضان فرنسا أم ما هو السبيل من وجهة نظرك؟ طبعا أنا بصراحة بشكر الأستاذة غنوة على غيرتها وعلى خجلها حينما تروح عليه هذا السؤال، مدى الخجل اللي كان ظاهر في كلامها وفي طريقتها وفي احتبست أنفسها بالفعل. حقيقي يعني أنا بحييها على هذه الوطنية المعهودة فيها، وإن كان طبعا الطلب مرفوض شكلا ومضمونا، لكن هي أشارت نقطة مهمة جدا، إن هو كان بداية لإشعار خطر للرئيس اللبناني بأنه هناك أفكار مطروحة في الشارع اللبناني، ومنها الرغبة في إيجاد المحتل الفرنسي. لكن أنا أؤكد لك ويقول لي يقين من هذا الأمر أن هؤلاء قلة بسيطة للغاية ولا يمثلون الشعب اللبناني بشكل أو بآخر. هؤلاء مثل الأستاذة غنوة وغيرها كثير هم اللي بيمثلوا عروبة الشعب اللبناني وعروبة الدولة اللبنانية ووطنية الدولة اللبنانية التي دائما وأبدا لا ترغب في الارتماء في أحضان الغرب أو في أوروبا، ولا ترغب في تدخل الخارجي. وإن كان هذا نصيب دول وهذا يعني مقادير الدول بأن تكون هناك دول أخرى من الخارج صاحبة بشكل أو بآخر نفوذ في الداخل وتحرك الأمور هنا أو هناك، كما يحدث في لبنان وكما حدث في اليمن وكما حدث في العراق وكما حدث في ليبيا في فترة من فترات ضعف العالم العربي والأمة العربية نتيجة لانشغال كل الدول بما هي فيه من أزمات وطروحات. طب أستاذ خالد، يعني حتى نكون محايدين في هذا الطرح، ربما يعني من لجأ إلى الارتماء في أحضان فرنسا وصفه البعض هذا الأمر بالخيانة، والبعض الآخر وصفه بأنهم يعني لا حول ولا قوة لهم، هم يفاضلون ما بين السيء والأسوأ. لا طبعا، يعني ربما البعض يعطي مجموعة من التبريرات والأعذار لمن يطالبون بعودة الانتداب الفرنسي من أجل إنقاذهم من الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة. هتقدري تغيري الطبقة السياسية لكن عشان تخرجي الاحتلال استحالة. على دماء صحيح القوى السياسية، الشعب اللبناني شعب مثقف شعب قادر على التغيير، ربما تتحكم نتيجة لضعف
الوضع الإقليمي نتيجة الظروف الراهنة والإرهاب الدولي الموجود والتطورات الإقليمية والتحالفات الدولية التي تشكل وتعاد تشكيلها وظروف أزمة كورونا والظروف الاقتصادية في العالم والتوترات الإقليمية الموجودة في ساحات عربية كبيرة زي ليبيا زي العراق زي اليمن زي سوريا على سبيل المثال، كان هم رفضوا الارتماء في الاحتضان الدولة السورية وطلبوا بالانفصال. هل اليوم يعقل أن أرتمي في الأحضان الفرنسية تحت شعارات كاذبة بأن هناك ديمقراطية ستكون في وجود الاحتلال الأمر الفرنسي ستكون هناك رفاهية؟ كان أولى بأن يرتمي الفرنسيون في حضن رئيسهم الفرنسي حينما قامت المظاهرات التي اندلعت في فرنسا في بداية العام وكانت تنادي إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. صحيح. ولكن أزمة كورونا غطت على هذه المظاهرات وأدت إلى يعني عدد كثير من يعني ردود الأفعال الغير قوية. وأيضا حينما كان الرئيس الفرنسي في بيروت وفي أحضان الشعب اللبناني كما ترين، كانت هناك انفجارات وكانت هناك عمليات إرهابية في باريس. إذن هذا لا يستطيع أن يسيطر على وضعه الفرنسي. هل نحن على هو غير مرضي عنه في الشارع الفرنسي يعني. على خيال بانه الاحتلال الامريكي والاحتلال الفرنسي والانجليزي سيعود الى العالم العربي؟ هذه كارثه من يفكر فيها وهو ليس مصيره كانفجار مرفأ بيروت ولكن يحتاج اكثر من ذلك. صحيح. لان الامر لا يوجد حاله من يعني التفاوض على هذا الامر. طيب أستاذ خالد، فيما يتعلق يعني بهذا الانفجار الكارثي الذي وصف بالقنبلة النووية التي سقطت على بيروت والمطالبات طبعا بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين أو المسؤولين عن هذا الأمر سواء مسؤولية مباشرة أو مسؤولية سياسية، طبعا حضرتك عارف أن هذه الأمور بتاخد وقت طويل طبعاً. جدا لكن طبعاً. إلى أن يتم الخروج بنتائج التحقيقات ومحاسبة الفاسدين إن وجدت نزاهة حقيقية في هذه التحقيقات، في رأيك يعني إلى أي مدى لبنان بحاجة عاجلة وسريعة وملحة للملمة الجراح وتقديم حلول تتناسب مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية؟ حضرتك بتتكلم إنه دلوقتي المواطن اللبناني ممكن ما يلاقيش قوت يومه، فلحد ما نتيجة التحقيقات تطلع هو محتاج إن هو ياكل ويشرب ويشتغل ويتعلم ويتعالج، ده ممكن يتم إزاي؟ هو بص حضرتك يعني للأسف الشديد الموضوع هيطول جدا لانه حكومه تصريف الاعمال ممكن اديها وقت لو انا عندي قانون انتخابات جاهز وهيتم اجراء انتخابات او دعت الحكومه قبل ما تستقيل دعت لاجراء انتخابات مبكره وتم التعاطي معها من القوى السياسيه ومجلس النواب اقر ذلك وحل نفسه وبدا يدخل في الانتخابات. اقول لك يبقى قدامنا 3-4 شهور لبعدنا القوى السياسيه تلزم نفسها وتعمل عمليه الانتخابات والكلام ده. لكن على هذا الوضع لن تحدث جديد على مدار شهور وستسوء الاوضاع للاسف. عشان كده بقول لحضرتك انه كان من الافضل استمرار هذه الحكومه وبقائها رغم كل المساوئ اللي هي فيها تمام في وقت مطالبات بإجراء انتخابات وعلى قانون جديد، القانون الحالي الذي فصل في لبنان على أساس الطائفية وعلى أساس هنا مين أكتر من القوى السياسية موجود في المنطقة الجنوبية أو في الشمالية أو في الوسط، وشكل هذا القانون الانتخابي على هذا الإطار بعيدا عن كلمة لبنان، بعيدا عن وطنية لبنان، وبعيدا عن العالم اللبناني. هي شكلت تحت مظلات واعلام ل يعني قوى سياسيه ربما بشكل او باخر في منها من يتبع دول مجاوره او دول خارج الاطار او حتى منظمات دوليه ربما تؤدي الى انهيار لبنان. لكن علشان اقدر انا او غيري او اي محلل سياسي او اي خبير او اي شعب لبنان نفسه شعب لبنان نفسه اللي هو عايش في لبنان وعارف تفاصيل حياته ما يقدرش حد يطلع يقول لك احنا قدامنا شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة سنة سنتين ثلاثة هنجري انتخابات وهنعيد تشكيل حكومة جديدة لأن رئيس الدولة نفسه غير مرضي عنه أنه هو يكلف رئيس حكومة يعني خليني أقول لحضرتك أن رأس الدولة نفسها اللي هي المفروض أن هي تكلف رئيس وزراء بعد ما تم استقالته تمام مفيش شعبية ليه بالعكس في مطالبات باستقالته. وخلينا رد الفعل السريع للشارع اللبناني بعد اعلان حسان دياب استقالته في المؤتمر الصحفي كان ايه؟
كلهم يعني كلهم هم عندهم يعني حاجه واحده الكل يعني لازم الكل يمشي الطبقه الاساسيه كلها لازم تمشي ما عندناش مجال ان احنا نعيد الامور الى مربع الصفر من جديد ونجري مباحثات ومشاورات لرئيس حكومه جديد واحنا عندنا البرلمان مش فعال هو مش قايم بدوره وعندنا رئيس مش قايم بدوره هو كده كده ما يتمتع به من صلاحيات لا توازي رئيس الوزراء ولا توازي البرلمان وبالتالي هو يعني مجرد تصريف للمشهد لكن هو الافضل للقوى السياسيه اللبنانيه الان ان هي تبتعد تماما عن فكره المناحرات والتنحر الموجود في الشارع اللبناني والعمل على طاولة واحدة. صحيح. عن هذا التنحر أستاذ خالد يعني إلى أي مدى ترى أن الطائفية بالأساس خلقت وشكلت على أيادي المتناحرين والمتصارعين والنخب أو التي تدعي أنها من النخب السياسية في لبنان التصارع على السلطة والمكاسب الذاتية والمكاسب الشخصية أما الشارع اللبناني يعني ليس في عقيدته أو في ذهنه هذه الطائفية صحيح. والدليل أن مع الاحتجاجات والتظاهرات تكون من الشمال الى الجنوب الكل صحيح. على قلب رجل واحد اذا هم يعني الذين خلقوا يعني ما يسمى بالطائفيه التي يحاولوا من خلالها خدمه مصالحهم وتفتيت وتفكيك المجتمع اللبناني ما هو ده تدخل خارجي كمان ده زي ما حصل في العراق والعراق كان فيها طائفيه ما كانش فيها طائفيه صحيح. كان كله واحد ما فيش حاجه اسمها سني وشيعي ولا صحيح. ولا كردي ولا كلام المسميات احنا سمعناها النهارده لكن هم قدر التدخلات الخارجيه والمحتل وقتها الامريكي انه يخلق هذا الامر وانهارت العراق وما زالت حتى هذه اللحظه لا ترتقي الى مستوى الدوله العراقيه التي كانت وطنيه وكانت هي المثال الحقيقي للدوله القويه، ولبنان ايضا كان الغرض منها ان تستمر ضعيفه وان يستمر الشعب اللبناني دائما وابدا في تناحر، لكن الان بعد هذه اللحظه المفصليه انفجار مرفأ بيروت لم يكن انفجارا عاديا ولكنها لحظه تاريخية في تاريخ الشعب اللبناني يجب في المقام الأول أن يستفيق من هذه الطائفية ويخرج على قلب رجل واحد كما حضرتك أشرتي من الشمال إلى الجنوب وفي كل الشوارع اللبنانية والمطلب واحد وعودة الدولة الوطنية لكن في متحكمات خلينا برضو عشان نكون منصفين وقيود كثيرة متحكمات صحيح. سواء داخلية سواء من حزب الله وعناصره والقوة الجبرية الموجودة واستمراره في التسليح والتدخلات الإيرانية طبعا حزب الله هو اللي بتغذي إيران وأيضا رغبة المحتل الإسرائيلي بأن تستمر هذه المناوشات وهذه المحاورات علشان تبقى هناك يعني الفاجعة الأولى والأخيرة وفي كل وقت وفي كل حين هو القيام بضرب لبنان ضرب فلسطين ضرب هضبة الجولان كلها ذرائع للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة بأنه يستمر هكذا الوضع لكن مين هو المتحكم؟ لا الرئيس الفرنسي يستطيع أن يخرج لبنان من أزمته ولا إيران وحدها تستطيع أن تخرج رغم التصريحات الوردية التي خرجت على لسانه على لسانه كأنه مفيش حاجة بتحصل ولا حتى إعلامها بيجيب أي حاجة عن اللي بيحصل صحيح. ولا أي دولة أخرى موجودة لكن تبقى الكلمة الوحيدة التي أدت بالفعل وأرسلت الرسالة بكل صراحة وبكل هدوء وبكل حب وبكل ود وبكل يعني تقييم للموقف العربي الدولي الحقيقي هو كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس قبل أن يتحدث عن مساعدات كان يتحدث عن ضرورة أن يهب الشعب اللبناني تحت راية واحدة وأن يتوحد وأن يترك كل هذه المناوشات وهذه المشاورات وأن يستغل مرفأ انفجار مرفأ بيروت للتوحد ويكون شعب واحد تحت راية واحدة وكلمة واحدة ويبعد تماما عن كل هذه الصراعات ما يكونش السبب للتشرذم والفرقة والوشتات وده الرئيس عبد الفتاح كان واضح في كلمته بالأمس خلال المؤتمر بأنه هو ده الأساس لكن على صعيد الدولي كله بيتكلم حتى للأسف الشديد يا أستاذة أمل للأسف الشديد الشعب اللبناني نفسه والحكومة اللبنانية والطبقات السياسية اللبنانية خرجت بعد الانفجار لا تتحدث عن فاجعه الانفجار ولا تتحدث عن انه خطر قائم لكن تتحدث عن ان احنا نحتاج مساعدات يا سيدي الفاضل مساعدات الازمه إيه؟ والكارثه تجاوزت فكره المساعدات الاغاثيه او الانسانيه خلاص. او الطبيه انت فجرت ودمرت الدنيا عشان تجيلك مساعدات طبعا ده لا يعقل هذا ليس هذه قوة سياسية تتحدث عن انفجار اوطان مع احترامي الشديد لهم وهذا على مسؤوليتي لا تليق هذه القوى السياسيه بان تكون هي القوى الوطنيه الموجوده صحيح. ولا يليق بمن خرج على شاشه التلفاز يتحدث عن الفاجعه في اطار تقديم المساعدات وانه
المرفأ كان فيه قمح واتدمر. سيد الفاضل يعني انت عارف ان في قمح يكفيك 3 شهور واتدمر، وتتكلم على مساعدات يا سيد، تتكلم على وحدة الصف، عن وطن بينهار، على تكلم على وطن انهار، تتكلم على اهالي تم تدمير بيوتهم. هو حتى عشان يعني فيما يتعلق بهذه المساعدات، حتى الشارع اللبناني فقد الثقه في هذه الحكومه، وبالتالي هو بيطالب انه لو في مساعدات تدهلنا احنا في ايدينا، في ايدينا، او يبقى في اليه، او تبقى تحت مراقبه دوليه مش من خلال الحكومه. يعني 250 مليون دولار اللي تم يعني الاتفاق على تقديمهم بشكل سريع للشعب اللبناني، كان واضح البيان بتاع ختام البيان المؤتمر المناحين بانه هتقدم للشعب اللبناني، ما قالش للرئيس اللبناني، ما قالش للحكومه اللبنانيه، وكانه يعلم ان رئيس الحكومه يستقيل. طب ما هو رئيس الحكومه يستقيل، لكن ما زال يسافر. لكن لابد من توافر طبعا آل المساعدات للشعب. هنا بقى هنا برضو في خطر، هنتكلم بصراحه، هنا في خطر، لانك انت كيف سيتم انتقائك للمنظمات اللي موجوده في الشارع اللبناني عشان تديها تقدم مساعدات؟ يبقى اذا انت هتدخلني في حته تانية، انه المنظمه دي لو تبع السنه تدي السنه، المنظمه دي تبع الشيعه تدي الشيعه، المنظمه تبع الدرز تدي الدرز. لا، حلقه الفساد لا تنتهي، لا طبعا يعني تستمر، تستمر التشتت وتستمر الطائفيه. يجب ان تكون هناك آلية الأمم المتحدة على سبيل المثال في مراقبة ومتابعة مثلا ضخ أموال أو مساعدات. مش هيجي مثلا في الجنوب حزب الله مش محتاج المساعدات بتاعتك دي. مثلا أنا الشعب بتاعي اللي موجود في الجنوب مش محتاجها. ليه؟ ما إيران هتبعت له. صحيح. هو مش محتاج. يجي النهارده ويتكلم بكره، لا أنتوا خدتوا من المجتمع الدولي، إحنا ما خدناش، إحنا دولة. لا. هنا ده دي العنترية الموجودة. أو لو أخذوا الفلوس ووزعوها لل يعني الفئة أو الفصيل التابع ليهم، وبقية الشعب اللبناني يحرم من هذه المساعدات. ممكن ياخدها يجيب بها سلاح يقوي نفسه أكتر قدام الجيش اللبناني. لكن يجب أن يكون الجيش اللبناني الوطني يتم تقويته من خلال دعم عربي حقيقي، الجماعة العربية تقوم بدورها، الأشقاء العرب يقومون بدورهم، وأنا أعتقد أنه قيام سيد احمد ابو الغيط رئيس الامين العام لجامعه الدول العربيه وتوجهه الى لبنان وحديثه هناك ده يشير الى ضروره ان يكون هناك وحده دعم عربي حقيقيه لما يحدث في لبنان. وتبقى مصر دائما وابدا مهمومه بالقضايا والملفات. صحيح. ده قدرها. قدر مصر. صحيح. ده قدر مصر. صحيح. الكبير. صحيح. دايما كده. صحيح. حتى في العائلات عندنا في مصر وفي كل حته دايما الكبير هو اللي شايل. صحيح. واحنا الحمد لله ان احنا على الاقل برجل واحد في مصر. صحيح. ودوله قويه واستطعنا ان نتحدى التحدي وخرجنا من عنق الزجاج الصعب اللي كان دايما برضو عايزين نحط مصر فيه، وقدرنا ان احنا نحمي بلدنا بجيشنا القوي وبدولتنا القويه وبقيادتنا وبشعبنا وبحبنا لبعضينا، وقدرنا ان احنا نحمي بلدنا. فده قدرنا ان احنا نستمر في دعم، وحتى الدعم ممكن ما يكونش دعم مساعدات واموال، دعم بالكلمه. صحيح. والدعم النهارده حضرتك لما التلفزيون المصري بيتكلم على لبنان وبيحل بيغرى الازمه فيها وبيدافع عن الدوله الوطنيه اللبنانيه، هو ده. صحيح. احسن مساعده بتتقدم. انا بشكرك جدا استاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي الكبير بوكاله انباء الشرق الاوسط، شرفتنا ونورتنا. شكرا. ودائما وابدا تظل مصر مهمومه بالقضايا والملفات العربيه المختلفه، فاذا كانت مصر في قلب لبنان فلبنان في عيون مصر.